أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هل فيها دليل على السفر لبلاد ثمود وغيرها للنظر فيها والاعتبار بها؟ هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دخولها للاعتبار والاتعاب والخوف والخشية والبكاء لا بأس بذلك، أما دخولها للإعجاب بحضارتهم والثناء عليهم بالقوة والسبق هذا لا يجوز. نعم.